اقسم يمين بالله كنت بشتغل من 7 لـ3 ومن 3 لـ11 عشان اكفي المصاريف. كان برضه في غالي، بس غالي في الوقت ده كان المرتب قد كده والغالي قد كده، يعني ده قد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشونا كتير. النهارده الساعة 6 صباحا عاملين مقلب جديد، مقلب أول مرة احنا نعمله. فكرة معرفش ازاي جت لمحمد، لقيته صاحي من النوم وقال لي قوم هنعمل كذا كذا كذا. مش هحرقلكم أي حاجة اللي احنا هنعملها، معلش أنا جايب بقى وعشان لسه صاحي من النوم الساعة 6 حتى ما لحقتش أعمل أي حاجة. أنا شرير، يلا نشوف. أنا خلاص ثبت الكاميرا أهو، الحاج والحاجة اللي هم جوه ويحيى الباتوني هنا، مش مشكلة. يا رب تكونوا سامعيني كويس، بس عشان انا بتكلم بصوت واطي جدا والكاميرا بعيدة جدا عني والمايك كل حاجة. انا حاطين دلوقتي، احنا دلوقتي الساعة دلوقتي 7:15 بالظبط، فان هو الوقت مناسب جدا ان شاء الله. هتبقى صاحي لحد دلوقتي، واول ما احس ان الحاج صاحي محمد هيبقى متابع معايا الصوت، هيقوم نازل بقى ايه، ونشوف بقى بعد كده اللي هيحصل وربنا يستر. ان شاء الله المقلب يكون قوي، ويا رب الحاج بقى يتعصب بقى ويحصل اللي يحصل. ان شاء الله يكون مقلب حلو. لايك كتير على مصاحي الحاج، يعني انا بصحيك كده اضغط لايك واشترك في القناه لو مش مشترك. ماشي، يلا. فين محمد؟ مش عارف، ساعات من النوم لقيته بيقول لي، لقيته بيلبس وخارج بره رايح فين. بيقول لي انا هنزل اروح ميدان التحرير ويروح هيشارك مع الناس، يقول لك اه الراجل مش عارف، مش هيفهم منه. هو فين؟ هو نزل اهو. محمد خد يا محمد، خد تعالى. في حاجه؟ قول لي خد تعالى. قلت لي في حاجه؟ صباحنا على الصبح. لقيت لسه صاحي من النوم اصلا، لقيته بيلبس ونازل. رايح فين؟ مش رايح يعني. امال خارج ليه؟ رايح مع خير مع الناس زمايلي. فين؟ رايح من التحرير. قرر هنا الساعة الصبح مش قادر اتكلم. خالد رايح من التحرير. يعمل ايه؟ رايح ميدان التحرير. مش اقول له رايح، طيب. اللي بيروح ميدان التحرير بيعمل ايه؟ ليه يعني؟ ليه؟ رايحين نقول لا للغلا اللي احنا فيه ده. يعني انت هتقول لا للغلا؟ الغلا هيروح راكب طياره وماشي. يعني انا ابقى شايف يعني الدنيا غاليه كده وابقى قاعد ساكت؟ هتعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اقول لا، انا شاب دلوقتي عايز اتجوز وعايز اعيش زي اي حد ما عايز يعيش. استغفر الله يا ابني. هو انتوا صاحيني من النوم توجعوا قلبي صباحنا على الصبح؟ ايه اللي يوجع قلبي؟ يا ابني افهم، هو انا يا ابني افهم، يا ابني افهم، انا نفسي تفهم. الدنيا غلا، انا عارف ان الدنيا غلا. هي الدنيا غلا على الناس واحنا نايمين في البلوزه، احنا عارفين الدنيا غلا. بس انت لما هتروح التحرير الغلا هيمشي. أنا عايز أفهم دماغك دي إزاي يعني؟ دماغي إزاي إيه؟ أنا عايز أعيش زي أي حد، عايز أحلم، عايز أعيش. يعني أنت هتروح ميدان التحرير وتقول الدنيا غلا؟ يعني أنا يرضي ربنا يعني شاب في سن كده ولسه قاعد ما عملش حاجة، لسه قاعد محلك سن. الدنيا غلا، أنت ما بتشوفش المستشفيات، ما بتشوفش الأسواق، ما بتشوفش الدنيا ماشية إزاي؟ ليه؟ وأنا مش عايش في الدنيا؟ بص يا محمد، يعني يرضى ربنا ان احنا عايشين فيه ده يعني؟ يا ابني اسمع اسمع اسمع، الدنيا غاليه انا عارف، الناس تعبانه انا عارف، انا واحد من الناس، وانا مش عايش في البلد، ما انا واحد من الناس تعبان، وانا حلت حاجه؟ وانا ما حلتش. يا ابني انا ما اعرفش اصلا محمد بيفكر ازاي، هو ايه اللي يروح؟ انا حلت غير المعاش، والمعاش بيخلص قبل الشهر ما يخلص، وامك بتيجي قبل الشهر. طب ونسكت ليه طيب؟ يا ابني افهم. اما في حاجه في البلد غلط، يا ابني افهم، يا ابني افهم، افهم عشان ما تعصبنيش، انا لسه قايل من النوم تعبان. انا ما قلتهالي صح، انت بتقول له ليه حسب اصلا؟
انا ما بحبش حد يقاطعني وانا بتكلم. انا مش بقاطعك يا ابني، بس هو مش عايز تتكلم ولا عايز تفهم؟ لا اتكلم. انا هفهمك، ولو عايز تروح انت حر روح، بس عايزك تبقى فاهم انت ماشي ازاي. انا راح اتفرج. افهم افهم، عايز تفهم ولا عايز تتكلم؟ ما المشكله ان انا فاهم. فاهم ايه؟ انا فاهم كل حاجه. فاهم ايه؟ طب فاهم مش فاهم ان في ناس مش لاقيه فيها؟ اه انت فاهم بقى، يبقى انا ما بفهمش. طالما انت فاهم يبقى انا ما بفهمش. وانا ما بقولش انت ما بتفهمش. حلو قوي. يبقى انا عايز اسال سؤال دلوقتي، انت لما تروح ميدان التحرير الغلا هيمشي؟ لو شلت السيسي العيشه هترخص؟ يا ابني بص، دي حلقه دايره بنلف فيها كلنا كده، افهم بس. البلد بايظه؟ اه البلد بايظه. بلد فيها مشاكل؟ اه بلد فيها مشاكل. الناس بتعاني؟ اه الناس بتعاني. طب ما انا بعاني وانا حلت حاجه، وانا عندي ارصده في البنك، وانا عندي اراضي واطيان ببيع منها طب ما انا ما حد عادي في الشارع، انا راجل على المعاش، والمعاش يا دوبك بفتفت منه حته في حته. بس ارجع انا بقول ايه؟ انا بقول ايه؟ رايي انا اللي عايزك انت تفهمه انت واخواتك، ان النزول في التحرير او تغيير النظام مش هيرخص الحاجه. السيسي مشي هيجي عباس، الوضع البلد هو هو، مش هيتغير، لان البلد كبيره واحنا كبشر ما عندناش ضمير. هو الموظف اللي بيختلس بيختلس ليه؟ اللي بيختلس بيختلس ليه؟ لانه مش ما عندوش قناعه بالرزق الحلال. انت لسه مقتنع يا محمد عايز تروح؟ انت سامعني؟ انا لما ابقى فاتح الدور كده وتحط لي فيه 10 جنيه ولا 50 جنيه، لان انا حابب كده، ما عنديش ضمير، بوقف مصالح الناس عشان الناس ايه؟ تشاخد. انت عاجبك الفساد اللي في افهم بس، انت عاجبك اللي بيحصل. الفساد ايه اللي هيغير الفساد؟ اللي هيغير الفساد ان كل واحد يتقي الله في شغله. يعني انا ما اروحش واقول يعني إيه؟ انا ما اروحش واقول لا واقول صوتي وحش. الحكومه هتحط على كل واحد واحد. يا ابني احنا وحشين، احنا اللي بقينا وحشين. الرئيس والمرؤوس كله بقى زفت. سيبك من الكلام الفاضي. المظاهره اللي فاتت ايه اللي حصل في البلد؟ البلد اتكسرت واتدغدغت. ده بيتصلح على حساب هو انا هكسر ولا انت مش هتكسر؟ فيه ناس لها مصالح يا ابني. افهم افهم. انت رايح في دماغك هدف وهتقف محترم ومش هتكسر، لكن في ناس لها مصالح ان البلد تتكسر عشان تنهب. في المظاهره اللي فاتت كل الناس كانت بتكسر، كان شباب زي الفل، شباب متعلم وشباب مثقف، لكن ضحك عليه. في وسط الهيصه دخلت ناس لها مصالح انها تخرب البلد عشان تسرق، وجات ناس برضه لها مصالح راحت راكبه عشان تاخد التورتايه، وفي الاخر الناس روحت بيوتها. الشباب الحلو اللي انا بقول لك عليه اللي اتعور اتعور، واللي مات مات، واللي روح بيته روح بيته، وطلع من مول بلا حمص، وهم اللي ركبوا هم اللي خدوا التورتايه. المفروض احنا نعمل ايه بقى؟ راح الغلب ما راحش الغلب. المفروض احنا نعمل ايه بقى؟ كنا بنقف على بنزينة طوابير. ان الله لا يغير نفسه حتى يغيروا بانفسهم. طالما مفيش ضمير بقى عند الناس والضمير انعدم خلاص، تيجي تقول لي الرئيس مش عارف ايه، الرئيس ابصر ايه؟ ما هو اللي هيجي هو الرئيس ده منين؟ مش من شعب مصر؟ مش واحد مننا؟ واحد مننا ولا مش مننا؟ طب شلناه اهو امشي. هنجيب مين؟ هنجيب واحد شكله كده مسكر وزي العسل، وجبناه وحطيناه برضه هو واحد من الشعب، هيعمل ايه؟ يا ابني المشكلة مش مشكلة رئيس، المشكلة فينا احنا. احنا المتقين احنا مش احنا انت وانا. انا مش قصدي احنا انت وانا، لا
كل مسؤول في مكانه يتقي الله. بلد كبيرة، يا ريت المظاهرة تحل مشاكل. أنا أول واحد، أنا راجل كبير أهو، لو المظاهرة اللي هتعملوها دي هترخص يعني الأسعار، أنا مستعد أروح أول واحد. يرضى ربنا إن أنا أكون ماشي بالموبايل كده، يرضى ربنا أكون ماشي ولا تقارن على حد، أقول له كلمني شكرا معلش رصيد في التليفون، ينفع؟ يعني هو بقى أنتوا لما تعملوا مظاهرة الرصيد هيجي لك؟ على الأقل هيكون معانا، على الأقل رصيد نتكلم يعني البنت اللي إحنا بنحبها ونخطبها ديت. تحبها وتخطبها؟ على الأقل نكلمها. اشتغل وتعب. ما أنا طب ما أنا عاوز أشتغل. أنت عارف أنا أول ما اشتغلت اشتغلت بكام؟ بكام؟ أنتوا أصلاً بتتكلموا خلاص. أنا اشتغلت كان اليوم بتاع التلات تعريف. ما هو التلات تعريف أنا أول ما جمال عبد، اسمع بس، أول ما جمال عبد الناصر الله يرحمه عمل الحد الأدنى عمله 7 جنيه. عملنا حالة رز بلبن، إن أنا حاضر لحد الأدنى 7 جنيه. 7 جنيه دي كانت حاجة كبيرة أوي. محمد، أنت مش عايزني أنت وكانت مش... وكان اسمع بس خلاص كلامي عشان ما تطولنيش. 7 جنيه كانت كبيرة أوي، وبرضه كان أيام عبد الناصر كانت الناس عايشة في ضلمة. أنت مش عايزني أروح؟ لا طبعًا ما تروح. أجيب كارت شحن إن شاء الله. ما جيت اشتغل وهات كارت شحن. انا كنت بشتغل ورديتين عشان اوديك. انا رايح اجيب كارت شحن اجيبلك معايا. مرتبي ما كانش واحد فودافون. وانا هجيب لك سلطه، اجيب لك واحد اورنج ولا ايه؟ لا انا مش عايز حاجه من حد. لا حمد ربنا. هو انت ما بتتعصبش ليه؟ يا ابني اتعصب، انت حمار اصلا ما بتتجمعش. لا لا دي فيك مقلق. لا لا يعني انتوا مصحيني من النوم. احنا عايزينك تتعصب، احنا مش هنروح في حته، احنا عارفين ان احنا ماشي دول راينا بس ما ينفعش. مش عايز تتعصب ليه؟ يا ابني اتعصب ليه؟ انا ما بتعصبش اصلا. مش يا عم اصحى يا عم، احنا في الدنيا بتعصب. اصحى سبحان الله. ما انت يا عم الحاج يعني اللي هيعصبني يعني انت لو لقيتني رايح ما ينفعش اتعصب. هنصحك ما فيش فيها كان بيذاكر ونام. انا بقول لك كنت بشتغل ورديتين، اقسم يمين بالله كنت بشتغل من 7 لـ3 ومن 3 لـ11 عشان اكفي المصاريف. كان برضه في غلا، بس غلا في الوقت ده كان المرتب قد كده والغلا قد كده، يعني ده قد ده ده قد ده. البجاع ده على قد اللي رايح. ايوه. انما المشكله النهارده اللي جاي مش مكفي اللي رايح. يا ابني ما مفيش بركه. مفيش بركه ليه؟ الخير بيقل. مفيش بركه لان مفيش قناعه. مفيش قناعه، واحد زميلك راكب عربيه او شاب زيك راكب عربيه عايز تبص له وعايز تبقى زيه راكب عربيه، يا ابني ده ربنا بينهب لمن يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب. يا ابني ده ممكن منظمه ربنا، ربنا لو خلق الناس كلها زي بعض الدنيا كانت وقفت. لما ربنا خلق الناس درجات، درجات في العقل. أمي زاحي. درجات في المال. درجات في الجمال، درجات في الرزق، في كل شيء. ما ناس سواسية كأسنان المش قدام ربنا في الحساب، إنما في الرزق والدنيا ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. يقول له خد حكمة بقى، هو يعلمها من اعترضش حكمة. أنا بقى المفروض أكيف أموري وأحمد ربنا وأرضى بقديمه، لأن الرزق ده مش في إيد حد. انت خد بالاسباب، اشتغل واجتهد وخد بالاسباب. المهم ازاي لما كل المقلب عجبك؟ مقلب ايه؟ انتوا عيال خرفانه. ما احنا صحيح لقيناها فرصه. ما انت بقى انت عارف بقى اللي بيحصل في البلد، احنا لقيناها فرصه وقلنا ايه؟ المقلب هيليق عليك جامد. بس بصراحه انا قاعد بعيد خايف ان تديني قلمين، بس الحمد لله انت ما استفدتش. انا لو من الساعه الصبحيه كنت ضربتك فعلا. الحمد لله اني اتسد. انا بعد كده اعمل مقلبي كلها صباحا. انت عارف انا اول ما صاحبي اقول له اصحى الحق محمد بيعمل كذا كذا، لقيت بيشي بيقول اي ام ذيب وقايم. مش لازم اقول بقى على الناس، بقول لهم صباح الخير. بقول لهم صباح الخير بقى، انت لسه صاحي من النوم كده. السلام عليكم. صباح الخير برضه. مع السلامه.